السلام عليكم متابعي قناة خيط ومقص مع أم ندى، أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية. فيديو اليوم إن شاء الله غنعملو مع بعض إعادة تدوير لهذا القميص. كما كتشوفوا قميص رجالي، غنعدلو منه واحد الفستان جميل وأنيق. تابعوا معايا الخطوات. أول خطوة نحيدو هاد الجيم، نفسخوه ونحيدو. بعد ما فسخنا هاد الجيم نفسخو الجيم الثاني بهاد الأداة كتسمى الفتاق. نفسخوا الخيط بشوية بشوية، سنفتحوا الجيم كامل بشوية باش ما نقطعوش التوب. ما كتشوفوا ديك الآلة كتساعدنا. دابا بعد ما حيدناهم بجوج جبنا الباترون، هذا هو الباترون اللي كنا عملنا ديال الفستان مع بعض في الفيديو السابق. طويو القميص على اثنين، انا نحتفظ بهذا الكل، نوضعو باترون الفستان الكتف على حد الكتف ديال الشوميز، وغنتراسيو سنتيم ديال الخياطة، سنتيم زائد ديال الخياطة. كما كتشوفو غنتراسيو سنتيم زائد على الباترون ديال الخياطة كنخليوه. انا نحتفظ بالطول ديال الشوميز. دابا بعد ما قطعنا دابا غنعدلو الكتفين، نخرجو الكتفين، نخرجو عفوا الذراعين. هذا هو نفسه الباترون اللي كنا عملنا عاوتاني مع بعض ديال كم الفستان. نجيبو اكمام القميص بجوج نعملهم على بعض، ونزلو الباترون ديالنا فوق منه. دابا نقطعو. بعد ما قطعنا الكم كنسبقو نخيطو الأكمام هما الولا بهاد الطريقة اللي غنوريكم. تخيطو لكم هيدا المنتصف مع ملصق الكتف، وبعد ما خيطناه دابا نقلبو الفستان، غنخيطو من الكم ونهبطو الخياطة حتى للأسفل. نخيطو من الكم ونعاودو حتى لأسفل الفستان. كذلك بالنسبة للجهة التانية نفس الشيء. وهذا الفستان بعد ما خيطناه
انا ديك الجيوب احتفظت بهم، غادي نعمل ديكور بهم في الاسفل، هنعمل بهم في الفستان هادي بهذا الشكل، غنخيطهم وغنقص من الطول ديال الفستان 6 سنتيم، هو اللي غنعملو حزام. غنبقاو نحسبو 6 سنتيم، وحنا ماشيين 6 سنتيم حيت الشوميزة جات من تحت بحال نصف دائرة، باش يبقى ديك الميلان ديالها نمشيو النيشان 6 سنتيم حتى للنهاية. غنقطعو بشكل مائلي كما كتشوف، كتشوفو أسفل ديال الفستان. الأسفل الفستان غنكفوه سنتيم، وهذا غنستعملوه كحزام. هذا هو الشكل ديال الفستان بعد ما خيطنا الجيوب وكففنا اسفل الفستان. فستان بسيط شوميزة خرجنا، وهذا هو الشكل ديالو ما كيتلبس. كنتمنى الى عجبكم فيديو اليوم، ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس والمشاركة مع الاصدقاء. السلام عليكم.